ما نيجي ناكل. ايه دي، ايه دي، ايه دي، الشمال، ايه ده، ايه ده، اه ده باكل عشان الشوكة هنا. شوكة ايه؟ انت بتاكل بالشمال كده؟ اه هات نشرب كوباية. ايه ده، ده بالشمال وتقول لي بكره الشيطان وتقول لي انا بستشعر عداوة الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استنى استنى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شرب احدكم، اذا اكل احدكم او شرب احدكم فلا يشرب بالشمال ولا ياكل بالشمال، فان الشيطان ياكل ويشرب بشماله. يبقى اللي بيشرب وبياكل بالشمال بيتبع الشيطان، واللي بيحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ياكل باليمين. تقول ان الكلام ده للناس، يقول لك لا يا شيخ وجدي اصل مش واخد بالك، الانكا والاتيكيت السكينه تبقى في اليمين والشوكه في الشمال، يعني تقطع كده باليمين وتحط بالشمال. يا اخويا طب ما تقلب يا اخويا، خلي الشوكه في اليمين واقطع يا اخويا بالشمال. اوه سوفاج، ما ينفعش يا اخويا، بتاع الدليكاه انت، انت مسلم. انا فاكر مره كنت انا امين عام نقابه التجاريين وامين عام شعبه المحاسبه والمراجعه على مستوى الجمهوريه، المهم يعني. فكان في وفد جاي من العراق ورحنا معاهم، فكنا بقى ايه في فندق كبير قوي 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 في القاهره بقى، فايف ستارز ومش عارف. المهم فبناكل، وانا طبعا الحمد لله رب العالمين من فضل الله من زمان. هقول لك عملت ايه، السكينه في الشمال والشوكه الحمد لله في اليمين. فجالي شيف بقى اللي حاطط على دماغه البتاع العالي دي، وبيطخ بطخ بلاكيتي، لو سمحت يا استاذ دي لك يعني. قلت له انا مسلم، انا ايام سوري، انا اسف، الناس انا بعتز باسلام، انا ما وانا بداري الاسلام، وانا الاسلام ده كخه بكسف منه. لا بعض الناس تقول لك ايه، معلش اصل انا اشول. يعني ايه اشول؟ يعني انا بستخدم ايدي الشمال على طول. كنت زيك، انا كنت اكل باليمين بالشمال واشرب بالشمال والبس واكتب بالشمال وانشم بالشمال، كل ما اعرفش سبحان الله طلعت كده. من ساعه ما التزمت اللهم لك الحمد والشكر يا رب سنه 69، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، انتهت. ساعات كان الشيطان يضحك علي مثلا، اجي بدي ايدي الشمال اقول بقول لك ايه، عشان ابطل بقى خالص خالص، انا هاكل ايه؟ ها رز اهو، والرز هاكله بالمعلقه اهي، العيش اه ما ده اللي هقطعه اهو، قطعه من دلوقتي، قطع لقم من دلوقتي. اه والله كده، ها وادي الميه وادي كذا وادي المخلل ومش عارف، خلاص قطعت العيش، ها ادي ايدي الشمال اروح حاططها تحت ايه؟ رجل الشمال دي، تحت فخذ الشمال كده، خلاص اتزنقت. اوعى مش هتطلع. ها امسك المعلقه اه باليمين، شوك امسك حديث البخاري، إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه فإنه لا يدري أين حلت البركة. عشان سيدنا النبي قال فإيه دي إخ إخ إخ، لكن لو مايكل جاكسون وفلان الفلاني قال إن أصابع رجلينا كنا لحسناها. إحنا مسلمين الحمد لله ملتزمين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.